في المغرب دائما لا زال الشارع الرياضي متفاجئ من نزول فريق النادي القنيطري لقسم الهواة بعد سنوات طوال من التألق في قسم الصفواء. فارسابو سبق له التتويج بلقب الدوري المغربي في 4 مواسم، وتوج أيضا بلقب كأس العرش، وكان منجما لصناعة المواهب حيث منح المنتخب المغربي العديد من الأسماء المتألقة، كما يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، لكنه سينافس اليوم في قسم الهواة في مشهد غير مسبوق في تاريخ النادي. اول حاجه كنتاسفوا بزاف لهذا الخبر هذا اللي جانا بحال الصاعقه ديال فريق النادي القنيطري اللي هو فريق عارق جد بزاف، وما يمكنش كيفاش يولي يلعب في قسم الهوات. وانا كمحب لهذا النادي من شحال هذه اليبوك، انا كنموت على هذه الفرقه هذه، يعني ما تصدمت واحد الصدمه اللي كبيره. كارثه كرويه للنادي القنيطره، الناس القنيطره كاملين الامال ديالهم مدمر، القلب ديالهم مكسر، الكاك طاحت ليهم، هادشي كامل بسبب التسيير العشوائيه، قرارات غير تيجيو شي ياخذوا. اللي غنتمناوه دابا حاليا في هاد الظرفيه هادي ان الكاك ما تزيدش تغرق، راه حنا تنهضروا من القلب ديالنا وبحرقه، ان الكاك ما تزيدش تغرق. نتمناوا ان الناس اللي هما غيورين على المدينه، اللي هما عندهم تجربه وحين كرياضيين